محمد صالحين النجار رئيس لجنة الامتحانات الأحزمة في الاتحاد الفرعي سلوك جيمينوس ومدرب صالة أكاكوس وأحد أعضاء الاتحاد الفرعي سلوك جيمينوس. اليوم بعون الله قايمين على اختبار أحزمة للكاراتيه في منطقة جيمينوس المجاهد. نتمنى التوفيق والنجاح لكافة الرياضيين المتواجدين اليوم في الاختبار، ونحيي اللجنة اللي قاعدة مكلفة معنا كيف الكابتن جبرين كابتن عمار العزيري، ان شاء الله نسال الله التوفيق. ونحب نوجه رساله لوزاره الرياضه وبشكل عام انها تهتم بالالعاب الفرديه وتهتم بدعم الاتحادات بحيث انها تقوم بتحسين وتطوير اللعبه، لان من غير دعم ما فيش تطوير، ما فيش وصول لنتيجه. هنقعد في وضع محلي دائم، ونحن نتمنى ان نرتقي بمستوى اللعبه نوصل يعني للعالميه. محمد العجيلي بصفة عضو لجنة امتحانات في الاتحاد الفرعي سلوك قمينس. طبعا الحدث اليوم هو امتحانات الأحزمة الكيو من كيو ستة لكيو خمسة، لأن من الأصفر من الأبيض الأصفر ومن الأصفر برتقالي. لحد الآن الأداء ومستوى الرياضيين بخصوص الامتحان يعني ما شاء الله، يعني المستوى أفضل وأفضل. الدرجات حيكون أكيد بالمستوى اللي شفناه واللي شافته لجنة الامتحانات حيكون بنسب عالية ما شاء الله. هذا يدل علينا في شغل من الكبات المشرفين على النادي المجاهد، هو كابتن إبراهيم مجيد وكابتن بصيف. واضح أن فيه شغل وفيه في مستوى الحق، هذه شهادة يجب الواحد أن يدلي بها. نشد أيديهم وإن شاء الله من الأفضل لأفضل. في خامات جيدة وممتازة في بلادنا، والرياضيين الصراحة يحتاجوا كل الدعم حتى باقي الدول الأخرى. عن قريب أنا دولة مصر حازت الأولمبياد الذهبية في الأولمبياد، فنتمنى نحن نكونوا نفس المستوى ونفس الأداء، وهذا ما يتحققش إلا بدعم من وزارة. بالنسبة للاتحاد العام صراحة مش مقصرين بكل مجهوداتهم، نحييهم وبارك الله فيهم الخاصة والشخصية، ولكن قدرتهم الاستطاعة انهم يوصلوا بنا لمستوى عالمي، لان حيكون دعم محدود. نتمنى يعني الدعم ضروري ضروري جدا، دعم وزارة الرياضة لكافة الاتحاد. شكرا بارك الله فيكم. Yeah.